دي ومحمد ليلى، فوق منهم اثنين لعيبه اسلام محارب، احمد حمدي واحمد ياسر ريان، خطيره جدا للاهلي. ممكن هدف اول يا ولد وليد سليمان، يا ولد هدف اول جميل، هدف اول جميل ممتاز وليد سليمان. ادي وليد سليمان نجم من النجوم الكبار، شوف الانطلاقه، شوف الخطا الكبير هنا في التمركز ما بين المدافعين وما بين حارس المرمى، خطا كبير ما بين اسلام طارق ولؤي وائل. شوف هنا التمركز، الكره طبت، وليد سليمان يا ولد مفيش اوفسايد، كره جميله جميله. وادي وليد سليمان يا ولد لعيب خبره كبيره جدا، واحد من اللعيبه الكبار في النادي الاهلي كقيمه واخلاق وكفن، لما اشوف المهاره والخبره الجميله. وهنا يضرب الحارس ويضرب الاثنين السنتر باك، خطا كبير جدا من اللاعب محمد نجيب وحارس المرمى الحارس اسلام طارق. ادي وليد سليمان يسجل هدف مبكر جدا للنادي الامور، وتتطاول الامور وتتعدى الامور. وبعد كده خلي بالك لعيب الكره ذكي، يعرف ان عنده مشوار تاني بعد الاعتزال. خطيره التانية يا ولد، خطيره التانية، هدف عالمي، هدف عالمي جميل 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 يا ولد. لعيب ياسر ابراهيم يسجل هدف جميل، اي ارتقاء واي تكتيكس واي ربط جميل. انما شوف 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 الكرس، شوف شوف الكره وشوف الركنيه الجميله، وشوف ياسر، المراقبين هنا مش موجودين، المتابعين مش موجودين، شخصيه جراءه جميله يا ولد. يسجل هدف تاني جميل جميل، واضح ان جونا عنده مشاكل هنا في عمليه التمركز، عنده مشاكل في الكرات.